بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لك هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين بالله غيره الذين يعبدون غيره، أفغير الله أبتغي حكما بيني وبينكم وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي مبينا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه نزل من ربك بالحق. الذين آتيناهم الكتاب أي من اليهود والنصارى، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق أي بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين، فلا تكونن من الممتلين، كقوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. وهذا شرط، والشرط لا يقتضي وقوعه. ولهذا جاء عن الرسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أشك ولا أسأل. مرسل فيه ضعف. وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال قتادة: صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم. يقول: صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب، أو صدقا في الإخبار وعدلا في الطلب. فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، فإنه لا ينهى إلا عن مفسده، كما قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لا مبدل لكلماته أي ليس أحد يعقب حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم، الذي يجازي كل عامل بعمله. ثم يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال كما قال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم، وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فإن الخرص هو الحزر، ومنه خرص النخل، وهو حزر ما عليها من التمر،
وذلك كله عن قدر الله ومشيئته. هو أعلم من يضل عن سبيله فييسره لذلك، وهو أعلم بالمهتدين فييسرهم لذلك، وكل ميسر لما خلق له. بعد أن بين سبحانه وتعالى في الآيات التي قبل هذه أنه هو الذي جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يقولون يشير بعضهم إلى بعض بالقول المزخرف الذي يغر بعضهم بعضا به، وأن ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركهم وافتراءهم وكذبهم وينشغل بغيرهم، وأنه قدر ذلك لتصغى إلى هذا القول المزخرف الباطل قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوا هذا الباطل وليقترفوا ما هم مقترفون. بين عز وجل أن الله هو الذي يحكم بين الناس بشرعه، كما أنه سبحانه وتعالى الذي يحكم بين الناس بفصله بينهم في الدنيا وفي الآخرة. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فلا يمكن أن يقبل في التشريع حكم غيره وقد أنزل الكتاب مفصلا مبينا فيه تفصيل كل شيء، بيان كل شيء يحتاج إليه البشر. كما أنه لا يبتغي أهل الإيمان حكما في الفصل في الخصومة بينهم وبين الكفار والمنافقين والظالمين، لا يبتغون حكما غير الله. كما أنهم يعلمون أن الله هو الذي يحكم يوم القيامة بين عباده فيما هم فيه يختلفون، فإذا كان الأمر كذلك كيف نبتغي غيره حكما؟ وهذه الآية الكريمة تشمل كل أنواع الحكم الذي ذكرنا. أفغير الله أبتغي حكما، لا يجوز أن يبتغى غير الله حكما في الفصل في الخصومات بين الناس، في التحليل والتحريم، في إثبات العقائد الحق وإبطال الباطل منها، وذلك أعظم ما يختلف فيه الناس ويختصمون، أعظم من اختلافهم في مال أو في خصومة عائلية أو في يعني اعتداء على بدن أو عرض. الناس يختصمون، أعظم خصوماتهم التي تبقى قرونا طويلة خصوماتهم في الدين. فالمؤمن يحكم ربه عز وجل ولا يبغي حكما سواه في مسائل الاعتقادات وفي مسائل الأعمال وفي مسائل الاعتداءات والخصومات بين الناس في كل أمر، لا يبتغي غير الله حكما. وأنت تلحظ أن هذه الآية من أوضح أدلة أن الحكم ضمن قضية التوحيد، لأن ابتغاء الحكم غير الله عز وجل شرك، لأنه يجعله كأنه ينزل كتابا مضاهيا لكتاب الله. وقد قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من له هذه الصفات هو الذي له الحكم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. إذن الذي يريد أن يجعل غير الله حكما فيما اختصم فيه الناس واختلفوا
يريد أن يجعله ربا، كما قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هل نتوكل على غير الله عز وجل؟ الله الذي يتوكل عليه ويناب إليه هو الذي يستحق أن يكون حكما سبحانه وتعالى. وكذلك في الخصومة التي تقع بين الناس، فالله عز وجل هو الذي يطلب منه الحكم، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالفتح طلب الحكم، قال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. طلبت الرسل وأتباع الرسل أن يفتح الله عز وجل بينهم، فهم يعلمون أن فصل الله في الخصومات التي بين أهل الملل هو الحكم العدل، لا يبتغون غير الله عز وجل أبدا حكما يحكم بينهم مع أعدائهم. هم يتوكلون على الله، هم يلجؤون إلى الله، هم يستنصرون بالله، يعلمون أنه وحده الذي بيده النصر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وأما يوم القيامة فلا يملك أحد أن يبتغي غير الله عز وجل حكما، أفغير الله أبتغي حكما؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وهذا من أعظم ما يستحق أن يكون به سبحانه وتعالى هو الحكم، أنه أنزل الكتاب مفصلا، أنزل الكتاب مبينا ليس فيه إجمال يخل ببيان الأحكام. الكتاب مفصل فيه لمن تأمله وتدبره، وهذا من أعظم ما ينبغي أن يهتم به أهل الإيمان، أن يبينوا تفصيل الكتاب، وأن يبينوا أخذ الأحكام من الكتاب، لأنه سبحانه وتعالى فصل فيه كل شيء. نعم السنة تبينه كذلك، ولكن هو في نفسه، هو في نفسه بين في مجموعه وجملته. والحقيقة أن السنة بينته وهي منه، من أعني حجتها مأخوذة منه، لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن تفصيل القرآن وتبيين القرآن بيانه لسنة الرسول، بيانه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن مفصل، كيف؟ قد بين. بماذا؟ بالكتاب نفسه. بالكتاب نفسه وبما تضمنه من بيان السنة حجيتها، وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين يحاولون الهروب من قضية تحكيم الله عز وجل، تحكيم شرعه، بعضهم يزعم أن الكتاب ليس بينا، وبعضهم يطعن في السنة ويردها، وكلهم يريدون أن يفروا من تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء على حالهم نقول يفصل الله بيننا وبينهم. فالمؤمنون لا يرضون أبدا حكما، لا يرضون بحكم غير الله عز وجل، لا يقبلون في تشريعاتهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وعقيدتهم من يأمرهم بشيء وينهاهم عن شيء دون أمر الله سبحانه وتعالى. كذا في خصوماتهم مع الناس، ويكثرون الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة.
بل هذا دأبهم، هذا على الدوام في كل شأنهم أنهم يعظمون الكتاب ويعظمون السنة ويتعلمون ذلك، لأن هذا من شكر نعمة الله عز وجل بتنزيل الكتاب مبينا مفصلا. وقوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، ما الموقف من الكتب المتقدمة؟ قد تضمنت هذه الكتب إثبات القرآن وإثبات رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك فالكتاب مهيمن عليها. الكتاب القرآن العظيم شاهد لما فيها من الحق يؤكده، وشاهد على ما زيد فيها من باطل فيرده، ومبين لكثير من الأحكام التي كانوا يخفونها عن الناس وصار مبذولا لكل أحد، ولذلك لم يعد لأحد حجة في ترك العمل بالقرآن العظيم. والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. قال تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى بين صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وبين بعثته صلى الله عليه وسلم باسمه في التوراة والإنجيل، وصرح به عيسى صلى الله عليه وسلم باسمه مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومن تأمل التاريخ وجد أن أعظم حدث جلل في التاريخ كله كان بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن تأمل منهم ذلك وعلم أن كتبهم كانت تتضمن أحداثا جساما، معظم الأحداث الجسام مذكورة في كتبهم، فكيف يتصور أن يكون الحدث الأكبر في تاريخ البشرية كلها غير مذكور في الكتب المتقدمة؟ هذا لم يسبقه ولم يلحقه حدث مثله. والصراع القائم بين الحق والباطل إنما هو بناء على إثبات، أو إنما يجري حول ما جاء به هذا الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومتأمل التاريخ يعرف حقيقة الصراع المنهجي والحضاري الذي يؤكد أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف تماما عن كل شيء آخر في التشريعات، في العقائد، في التصورات، في المبادئ الاجتماعية والاقتصادية. هناك نظام متكامل، لذا يستحيل أن لا يكون هذا قد ذكر في الكتب المتقدمة. ولو أن هذا كما يزعم أهل الكفر منهم أن هذا دجل وكذب وبهتان، فكيف لا يحذر من هذا الكذب الذي ينتصر ويظهر علماؤهم؟ كيف لا يأتي تحذير في كتبهم من هذا؟ فلذلك نقول علم أهل الكتاب أن الله أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق، علموا من كتبهم المتقدمة التي ما زالت تتضمن البشارات، ولا ندري والله ما يفعلون فيها. أعني أنهم يعلمون أن الله وعد إبراهيم في إسماعيل أن يكون من ذريته أمة عظيمة، وأن يكون فيهم 12 رئيسا وهم الخلفاء العدول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم 4 على نسق واحد، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم متفرقون في الأقطار، لكنها بشرة في التوراة أن الله سيجعل من نسل إسماعيل أمة عظيمة. وكذلك ثبت عندهم يقولون أقبل الرب من سيناء وأشرق من ساعير وتلألأ من جبال فران. جاء الرب أو أقبل الرب من سيناء، إشارة إلى الوحي الذي نزل على موسى، وأشرق من ساعير جبل من بيت المقدس، ثم قال وتلألأ من جبال فران، أعلن
لا أو أعلى في بعض التراجم وأعلن من جبال فاران، إعلان عظيم بالوحي. جبال فاران نص التوراة أن إسماعيل سكن برية فاران، فاران اللي هي صحراء الجزيرة العربية. عبر التاريخ أين تلألؤ الرب وإعلانه من جبال فاران؟ ومن جبال فاران بجبل، إنما نزل الوحي صلى الله عليه وسلم في جبل النور اللي هو غار حراء وسط جبل أعلى الجبال ارتفاعا تجده في حول مكة هذا. فكيف لا يذكر؟ يعني كيف يكون هناك أمر يعرفونه؟ هذا أمر واضح ما زال مولودا إلى يومنا هذا، فكيف يفسرونه؟ أين ذهب هذا التلألؤ؟ من الذي جاء به؟ شرك عباد اللات والعزة مثلا؟ ماذا بعد هذا؟ هل جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من جبال فاران بهذا الذي جاء به؟ ولا يوجد أحد يقدر على أن يأتي بمثل ما جاء به قطعا ويقينا. شريعة متكاملة في كل الجوانب عندنا، في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق ونظم الحياة، في حياة البشر في الدولة والمجتمع والسياسة والاقتصاد. يستحيل أن يوجد أحد يعني يجمع ذلك كله ويعرفه كله، وكل أهل فن يعرفون في ذلك أن ما جاء به الوحي الكتاب المفصل جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو العدل في هذا الباب، وهو قمة الإحكام والإتقان. سبحان الله، فأهل الكتاب يعلمون أنه منزل من الله عز وجل بالحق، أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين. صيغة الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود المكلف. لا تكونن أيها المكلف من الممترين الشاكين، لأن هذا الأمر أوضح من أن يشك فيه. هذا حق بلا ريب ولا تردد، أن كل أهل الملل يستحيل أن يعني يردوا الضرورة التي توجد في قلوبهم إذا اطلعوا على القرآن من أنه كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الشك في هذا ولا يقبل، نسأل الله العافية. ثم بين سبحانه وتعالى الثناء على نفسه، الثناء على كلماته التي يحكم بها بين الناس. كما ذكرنا الحكم يتضمن الحكم الشرعي ويتضمن الحكم الايه؟ الكوني، فيما يحكم به بين الناس في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله يحكم بينهم أن ينصر هؤلاء ويخذل هؤلاء. وكلا النوعين إنما يقع بكلماته عز وجل. كلا النوعين من الحكم الله يحكم بكلامه. من أين علمنا حل الحلال وحرمة الحرام؟ بكلمات الله سبحانه وتعالى. كيف يفصل الله عز وجل بين الناس؟ بكن فيكون. يأمر عز وجل بنصرة المؤمنين وهزيمة الكافرين، فلا يقف شيء لكلامه عز وجل. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هو سبحانه وتعالى قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال سبحانه كيف نصرهم بكلماته. فمدح الله عز وجل وأثنى على كلماته وأنها تامة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلا النوعين من الكلمات تامة. الكلمات الشرعية التي هي الآيات المنزلة على رسله الكرام تامة في الكمال، والكلام نوعان، والدين نوعان، أخبار وأوامر. أخبار نعتقدها ونؤمن بها، مضت أو مستقبلة، وأوامر ونواهي، نعمل بالأوامر ونجتنب النواهي. وكلام الله عز وجل الكوني يحكم سبحانه وتعالى بين الناس به بالعدل، لا يظلم أحدا سبحانه وبحمده. وكذلك ما
أخبر به عز وجل فهو الصدق الذي لا يمكن أن يتطرق إليه شك. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. النقص في كلام البشر، الكذب في أخبار البشر، الظلم في حكم البشر. كلام الله كله صدق في الأخبار وعدل في الأوامر والنواهي. وهذا يقتضي أن لا يقبل المؤمن حكما غيره سبحانه وتعالى وغير كلامه سبحانه وتعالى يحكم به عز وجل بين الناس. لا مبدل لكلماته، الكلمات الشرعية التي لا تبديل لها أمر عام يشمل الكتب المتقدمة والكتب والكتاب الباقي القرآن العظيم. كيف ونحن نقول هناك تحريف؟ نقول هي عند الله عز وجل لا تبديل لها، وما ينتشر بأيدي الناس تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن، وهو الذي يتضمن كل ما في الكتب السابقة، كل ما يحتاج إليه في الكتب السابقة موجود وثابت في القرآن، ولذا لا يحتاج إلى شيء قبله، الكتب كلها قبلها تحتاج إليه. ثم لا مبدل لكلماته الكونية، لا يجوز، لا يمكن أن يقع أن تبدل كلمة أمر الله بها. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن لا تبديل لهذه الكلمات، ولا تبديل يعتقد صحته للتعقيب على حكم الله عز وجل. بل من اعتقد أن له أن يبدل كلام الله الشرعي من قبل نفسه فهو كافر. لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم، مقتضى سمعه وعلمه أنه عالم ما الخلق عاملون، علم أحوالهم، شرع لهم سبحانه وتعالى ما يقوم به شأنهم، شرع لهم سبحانه وتعالى بعلمه ما لا قوام لهم إلا به. والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.